ما الذي يحدث إذا تم الإبلاغ عن سوء المعاملة إلى الخدمات الاجتماعية؟ عندما تستلم خدمات الأطفال ادعاء الاعتداء على الأطفال تستغرق 24 ساعة لتقرير ما ينبغي عمله لاحقا. خدمات الأطفال قد تقرر لأي من إجراء تقييم أولي عن حاجات الطفل. هذا سيعني بأن الخدمات الاجتماعية قررت بأن هناك حاجة للنظر إلى الادعاء في تفصيل أكثر، إحالة الموضوع إلى وكالة أخرى، تزويد نصيحة أو معلومات إلى العائلة، أو عدم اتخاذ أي إجراء آخر.